هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي والمركز. أهلا بكم في حلقة جديدة من عين على الكويت. نستعرض اليوم عددا من المواضيع، أبرزها مفهوم القيادة وما هي مقومات القائد الناجح، وشركات الاتصالات لماذا التباطؤ في النمو على الرغم من الطفرة المعلوماتية وزيادة عدد مستخدمي الهاتف النقال. ولكن نبدأ بمجموعة من الأخبار مع تواتر إعلان نتائج الربع الأول للشركات مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة. تواصل الشركات الكويتية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي قبيل انتهاء المهلة المحددة في 15 من مايو الجاري. فقد أعلنت مجموعة زين لخدمات الاتصالات المتنقلة عن تحقيقها لأرباح صافية بقيمة 41 مليون دينار عن الربع الأول بربحية للسهم بلغت 11 فلسا. رئيس مجلس الإدارة أسعد البنوان قال إن مجموعة زين أبدت التزاما بتوفير أحدث التقنيات والخدمات لقاعدة عملائها، وحرصت على تحديث وتطوير وتوسعة شبكاتها في العراق والأردن والبحرين والسعودية. الرئيس التنفيذي لزين علق على النتائج قائلا إن عوامل مثل انخفاض قيمة العملة المحلية في بعض الأسواق الرئيسية إلى جانب عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في دول أخرى هي الأمور التي تواصل التأثير على النتائج المالية للمجموعة. الشركة الكويتية للأغذية أمريكانا أعلنت أنها حققت صافي أرباح في ذلك الربع بلغ 17 مليون و300 ألف دينار بربحية للسهم بلغت 44 فلسا. وكانت أمريكانا قد حققت 18 مليون دينار ربحا صافيا في الربع الأول من العام الماضي بما يعادل 46 فلسا. وقد أرجعت الشركة تراجع الربح الصافي إلى زيادة خسائر الاستثمارات المتاحة للبيع. مجموعة الصناعات الوطنية القابضة نمت أرباحها بواقع 17% بعد أن حققت حوالي 6 ملايين دينار عن الربع الأول من العام الحالي. مجموعة الصناعات الوطنية عادت الأداء إلى نمو مجمل الأرباح وزيادة الحصص من نتائج الشركات الزميلة. البنك الأهلي المتحد بالبحرين حقق أرباحا بلغت 147 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول من العام الحالي بنسبة نمو بلغت حوالي 8%. المتحد أعاد نمو الأرباح إلى تحسين الهامش على صافي الفوائد. شركة التمدين الاستثمارية أعلنت عن نمو في أرباحها بنسبة 18% في الربع الأول من 2015. التمدين حققت 7 ملايين دينار مقارنة بأرباح بلغت 16.11 ملايين دينار حققتها الشركة في الفترة المقابلة من العام الماضي. التمدين أعادت النمو في الأرباح إلى زيادة الأرباح من الاستثمارات المتاحة للبيع بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة في نتائج أعمال الشركات الزميلة. استضافت الكويت مؤتمر القيادة في بيئة مضطربة، والتي استعرض فيها عدد من تجارب الشركات والمؤسسات التي نجحت في التحول واجتياز المحن بفضل قيادة رشيدة استطاعت أن تعبر بها إلى بر الأمان. المؤتمر استضاف عدد من رؤساء الشركات والمؤسسات، وأيضا الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق وصاحب الدولة الحديثة. في ظل الأوقات المضطربة التي يمر بها العالم، الكل يبحث عن قائد أو ربان يستطيع أن يعبر به إلى بر الأمان. وقد تم تأليف الكتب والمجلدات وعقد الندوات كلها تتحدث عن خصائص القائد وما هي الصفات التي يجب أن تتوفر فيه لكي ينجح في مهمته. طبعا من أصلوا في القيادة، هناك آلاف الكتب والنظريات في القيادة، إلا أنهم اجتمعوا في صفة، كلهم أجمعوا على صفة واحدة، كل من كتب في القيادة وكل من كتب في يعني أدبيات القيادة سواء في المنطقة العربية أو في أمريكا وأوروبا، كلهم أجمعوا على أن لابد للقائد أن يكون له رؤية. فالقائد الذي ليس له رؤية، وهي بالعربي البوصلة، يعني لابد يعرف إلى أين يتجه، إلى أين ستكون هذه الدولة، إلى أين ستكون هذه المؤسسة، إلى أين ستكون هذه المنظمة في على مدى 20 أو 30 سنة، هو هذا أول وليس الوحيد، أول سر من أسرار القائد. فإذا هذا الشخص ما عنده رؤية فهو من البداية ما يصلح. وفي ظل تعقد الأزمات والمحن، يرى البعض أن القائد لا يمكن أن ينجح في مهمته إلا إذا كان محاطا بفريق عمل ناجح، ولذلك فعليه أن يجيد اختيار من يعملون معه وإلا سيسقط لا محال. يعني اليوم مثل أعطيك مثال بسيط، قيادة السفن
قيادة الطائرات. أكو واحد يقدر يقود طائرة ولا سفينة ما عنده رادار تقول له على بعد هالكثر كيلومتر شنو شكل البيئة اللي يمر فيها؟ ما يقدر. ليش؟ لأنك أنت قاعد تسوق يعني تقود آلات سريعة أو ضخمة ما تعطيك فرصة للتجاوب السريع إذا أنت ما تعرف شنو جايك. اليوم نفس الشيء البنوك، إذا أنت ما عندك قدرة عشان تعرف شنو اللي جايك بالطريق، إذا فاجئتك بعض الأشياء المتغيرات بوجهك آخر لحظة ما تقدر، ما راح تقدر تسوي شيء، أو ربما تتخذ القرار الخطأ. فلهالسبب إحنا نقول يعني هذا مجموعة من الأسباب اللي أذكرها، لكن نقول اليوم القيادة لابد أن تكون متعددة المستويات، متعددة. صح في نهاية أمر القيادة في واحد يقود، لكن أنا ما أعتقد أن اليوم يمكن البنك بالذات البنوك أن يقودها واحد. هذا أخطر شيء ممكن يحصل، لأن اليوم ما عاد في واحد عبقرينه يعرف كل شيء، يدرك كل شيء في الوقت المناسب، ما في. فأنت في حاجة إلى العقل الجمعي. والأزمات التي مر بها العالم خلال العقود الأخيرة شهدت سقوط العديد من الشركات والمؤسسات، ولكنها شهدت أيضا نجاح البعض الآخر، وكلمة السر كانت التغيير. وعلى سبيل المثال شركة إريكسون التي كانت يوما ما رائد صناعة الهواتف النقالة، لكنها شهدت منافسة عاتية أفقدتها الريادة، والشركة رأت أنها عليها أن تتحول. It was back in 2009 when we realized that this is the fifth technology revolution, and right now we're going to. يعود الأمر إلى عام 2009 عندما أدركنا أن هذه هي الثورة التكنولوجية الخامسة، وأننا ندخل مرحلة تقول أن من لا يتغير فسوف ينتهي. نحن اعتمدنا على الحقيقة التاريخية القائلة بأن الثورة التقنية تتطلب تغييرا جذريا، وبدأنا العمل على ذلك قبل 6 سنوات، وهذا أنقذ إريكسون كشركة. ما استمر ثابتا هو قيمنا، احترام ومهنية وامتلاك الشجاعة على التغيير. وعندما تعلق الأمر بنموذج الأعمال فقد غيرناه بشكل كامل، وتحولنا من التركيز على الأجهزة إلى التركيز على الخدمات والأنظمة والتطبيقات. والتغيير هو عنوان المرحلة التي نعيشها، تغيير سريع ومباغت، حيث أصبح علينا أن نرى الاستقرار هو الاستثناء والاضطراب هو القاعدة. الحالة الأساسية هي الاضطراب أصلاً. يعني إذا تذكرين في كتابي أنا تكلمت عن كيس باي ديزاين أو الفوضى المنظمة. الاضطراب هو الحالة الأساسية، لأن معدل هو فقط الفرق أن معدل التغيير في العالم قبل 20 عام غير معدل التغيير في العالم اليوم. ليش معدل التغيير اختلف؟ للاختلاف الجذري في نمو وحركة المعلومات حول العالم من خلال الإنترنت، هذا السبب. لذلك البيئات بيئات مضطربة. اليوم تقدر تخلق شركة جديدة في مكان جديد وتقدم خدمتك خلال أشهر بفعل التكنولوجيات الجديدة، وبفعل هذا يخلق لك منافس جديد لم تنتبه إليه أبدا في يوم من الأيام. معدل التغيير أصبح هائل، يعني قلت لك الاضطراب مرتبط بمعدل التغيير. كلما زاد معدل التغيير حولك كلما يجب كان يجب عليك أن تتغير بسرعة أكبر من تغير بيئتك، وهذا التحدي. وأبرز تجربة عرضها المؤتمر تجربة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الرابع، ولمدة 22 عاما من عام 81 حتى عام 2003، حيث فاز في 5 انتخابات متتالية. نجح خلالها في تحويل ماليزيا إلى قوة اقتصادية صناعية، وقضى على البطالة. ومن أهم إنجازاته طريق الشمال الجنوب السريع الذي يربط الحدود بين تايلاند وسنغافورة. For growth, a country needs to be stable. An unstable country, a country at war. بلادنا كانت بحاجة إلى الاستقرار لكي تحقق النمو، فدولة غير مستقرة أو دولة في حرب لن تكون قادرة على النمو. ونحن كنا بحاجة إلى السلام والاستقرار. كان علينا أن نتأكد أن شعوبنا تحيا حياة طيبة، وأن على الحكومة أن توفر جميع احتياجاتهم المعقولة. لذلك كان على الحكومة أن تزود الدولة بالقطارات والمطارات والموانئ وكل شيء يجعل الناس يعملون حتى يحققوا المال بأنفسهم. نحن لا نؤمن بإعطاء المال للناس، بل إن أرادوا المال فعليهم أن يعملوا من أجله.
كان علينا أن نقدم لهم التعليم والتدريب لامتلاك المهارات وأن نعلمهم كيف يؤدون الأعمال وربما ندعمهم بقروض ميسرة وغيره. بهذه الطريقة أصبحت الدولة مستقرة رغم محاولات إثارة الاضطراب التي لم تنجح، فحروب العصابات لم تنجح في هز استقرار ماليزيا ولا هجمات تجار العملة نجحت في هز استقرار ماليزيا. نتكلم على قطاع حكومي، فأنا أعتقد تجارب الناجحة في العالم معدودة، لكن أهمها تجربة ماليزيا، وإحنا حريصين كنا أن إحنا نسمع لتجربة ماليزيا، لأن وأذكر اليوم الدكتور مهاتير كيف كان الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وكيف انتقل فيه خلال 30 سنة. طبعا 30 سنة لا شيء في حياة الشعوب. هذه التجربة بغض النظر عن اختلاف البيئة، لكن هناك خطوط عامة مشتركة بين كلا، لو طبقت في أي دولة لابد أنها ستنهض وستحقق نجاح. فأنا أعتقد على مستوى القطاع الحكومي تجربة ماليزيا تجربة ثرية، وأنا كنت حريص جدا من بداية تخطيط المؤتمر أن الناس تسمع تجربة ماليزيا. طبعا هناك تجارب ناجحة، لا يعني أن ما في أحد ناجح في العالم إلا ماليزيا، يعني أيضا في تجربة سنغافورية ناجحة، تجربة الهندية الآن دبي، الاقتصاد دبي تجربة غريبة، ولا دبي حالة فريدة ما حد يقدر أعتقد أنه يوصل، لأن دبي فيها يعني الشيخ محمد، فيها الشيخ محمد، فيها قائد غير، فطبيعي أنه ما را يعني صعب اليوم أنك أنت تقارن، لكن إذا بتقارن تقارن بشيء مماثل، دبي سابقة بمراحل يعني. ولكن حتى الدكتور مهاتير محمد كانت لديه إخفاقاته على حد قوله، ولم تفته الفرصة حتى في الكويت لتوجيه الانتقادات إلى خليفته، وأشار إلى أن الشيء الذي لم يوفق فيه هو اختيار نوابه. أعتقد أن هذه منطقة فشلت فيها، لقد اخترت 3 أشخاص لكي يخلفونني، وفي اللحظة التي اخترتهم فيها انقلبوا علي وحاولوا الإطاحة بي، لكن الأمور سارت على ما يرام معي. من المهم أن يتفهم القائد فريقه وأن يتفهم مطالبه ومواقفه. إذا حاول التقليل من شأنهم ولم يمنحهم السلطة الكافية فسوف يشعرون بالتعاسة ولن يدعموك. كنت محظوظا لأنني على الرغم من أن 3 الذين اخترتهم ليخلفونني تحولوا إلى مشكلة، فإن الأمور الأخرى كانت جيدة. القيادة في الواقع أمر هام، عليك أن تتفهم الناس الذين يتبعونك، وإن لم تتفهمهم واستمريت في التعالي عليهم فلن تنجح. But the others all work very well with me. بعد الفاصل، شركات الاتصالات لماذا لا تحقق نمو مثل السابق؟ كونوا معنا. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي والمركز. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي والمركز. أهلا بكم. أخيرا أصبح للكويت هيئة اتصالات، فعلى الرغم من تواجد 3 شركات مشغلة لهاتف النقال في الكويت، لم تكن هناك جهة منظمة، وظلت وزارة المواصلات هي الجهة المنظمة والمشرعة للقطاع. وفي أكتوبر العام الماضي تم الإعلان عن تعيين السيد سالم الأذينة كرئيس لقطاع الاتصالات، وقد صرح لنا مؤخرا أن اللائحة التنفيذية للهيئة سيتم رفعها لمجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي. الهيئة يعني تم تعيين مجلس إدارتها في 2/11 السابق، وخلال 6 شهور حسب القانون يجب أن ترفع اللائحة الداخلية واللائحة التنظيمية لمجلس الإدارة والهيئة بشكل عام، وبفضل الله عز وجل تم الانتهاء من الهياكل واللوائح الداخلية للهيئة، وسوف ترفع في تاريخ 25 الشهر هذا بإذن الله تعالى. وما هي رؤيتكم لتنظيم قطاع الاتصالات في الكويت؟ هذه الرؤية سؤال جدا شامل وكبير ويحتاج إلى دوكيومنت ودراسات كبيرة، لذلك على أثر هذا الجواب
احنا الان بصدد ان نعلن عن استخدام مستشار عالمي للوضع مثل هذه الاستراتيجيات والرؤى وما هو السوق الكويتي اللي يعني يحتاجه من ناحيه يعني النقص في بعض الخدمات او الاتصالات. تعاني شركات الاتصالات من مشاكل عديدة، كان أولها حرق الأسعار بسبب المنافسة الشديدة، ومع تدهور الحالة السياسية في المنطقة أضيف تذبذب أسعار العملات إلى هموم شركات الاتصالات. ولكن الأمر لم ينتهي عند ذلك، فتطور الهائل في تقنية نقل المعلومات والذي كان يوما ما عاملا في صالح شركات الاتصالات تحول إلى خطر يهدد بقائها. تحديات كثيرة تواجه شركات الاتصالات ما بين المنافسة الشديدة وحرق الأسعار وتذبذب العملات، كلها أمور أثرت سلبا على أدائها في السنوات الأخيرة. ولكن هناك أيضا عنصر آخر يهدد مستقبل شركات الاتصالات، وهي وسائل الاتصال الأخرى البديلة التي توفر الخدمة مجانا. البرامج بنستخدمها اليوم على سمارت فونز، في عندك فايبر، في عندك الواتساب ريسنتلي نزلوا الكولز الفري كولز، وفي عندك سكايبي. هول 3 ابلكيشنز اللي مينلي بستخدمهم لاعمل مكالمات دوليه. يعني انا مثل كل الناس اللي من وقت ما طلع الفايبر والواتساب والمكالمات المجانيه عبر الانترنت صرنا كنا نستسهل الموضوع ونتصل خارجيا عبر هالوسائل هاي لانها مجانيه، بس بنفس الوقت خسرتنا شغله كثير مهمه، البرايفسي بطلت موجوده مع العالم، انه احنا بنعرف انه العالم كله سمعنا وبطل في برايفسي بالموضوع، بس احنا بنستعمل، كلنا بنستعمل هالشغله. لو مكالمه يعني حتى البرامج اللي بحكي عليها دي، الفايبر، الواتساب، كل دلوقتي بقى تاخد المكالمات كلها فري. انا ليه الجا مثلا اعمل مكالمه عاديه من خلال الشبكه بتاعتي؟ ما انا عندي الفري اوريدي يعني، وصوت برضه اوقات يعني يمكن 90% كويس، بس طبعا الفري احسن يعني. والله البرامج هذه وفرت علينا وايد اشياء، انزين منها قربت لنا البعيد وخلت البعيد ممكن يكون اقرب، منها المكالمات الفيديو، منها المكالمات الصوتية، ووفرت علينا وايد أشياء من تعبئة الرصيد ومن الفلوس توفرت علينا، وكانت لنا أفضل وأسهل طريقة لاستخدام والتواصل مع العالم الخارجي. وطبقا لتقرير أعدته شركة أوفام البريطانية، فإنه من المتوقع أن تخسر شركات الاتصالات العالمية نحو 386 مليار دولار ما بين عام 2012 حتى عام 2018 بسبب تطبيقات مثل سكايب ولينك وغيرها التي تقدم خدمة الاتصالات الدولية والتجوال بدون مقابل. أصبحت هناك بدائل كثيرة وتعرض ببلاش وتعتمد على نموذج أعمال أو بزنس موديل غير السابق، وهو النموذج الذي يعطيك الخدمة ببلاش بس استفيد من الإعلان من خلال هذه الشبكة، كما تعمل مثلا فيسبوك أو فايبر أو الباقي كلهم كل اللي. فلذلك لأن شركات الاتصالات لم تطور نموذج أعمالها بحيث يتيح لها أن تقدم خدمات القيمة المضافة وتربط ناس فيها أكثر وتعرض منتجات أكثر، لذلك ليس عندها نمو. وفي دولة مثل الكويت حيث يمثل الأجانب أكثر من 50% من السكان، عولت شركات الاتصالات في السابق على الأرباح المحققة من المكالمات الخارجية، ولكنها اليوم تفقد هذه الميزة بسبب تحول الجميع إلى تطبيقات مجانية لا تحتاج سوى شبكة إنترنت. أنا أكد لك أنه وفرت كثير، مثلا إذا كنت بدفع بالشهر تقريبا مكالمات دولية 50 أو 60 ريال، اليوم اللي عم بدفعه مكالمات دولية أحيانا ما بدي أعملها من الفايبر بتكون أو من الواتساب، بدفع تقريبا بالشهر 12 دينار اليوم. اكيد وفرت كثير، يعني مثلا انا بستعمل هذه الابلكيشن او هذه الوسائل لاحيان كثير، احيانا عم بضطر اتصل على بلدان برا مثلا مثل بيوروب بروسيا بغير بلدان، كثير عم بتوفر علي. يعني المكالمه بدل ما عم بحسب بسيطه عم بتكلفك فعليا يمكن 1% من الكوست الفعليه تبع المكالمه الدوليه. والله هو كان ممكن تقول لو بستخدم التليفون العادي ممكن كان رينج مثلا فاتوره في طوارئ بيجي حوالي 30 40 دينار في الحدود دي يعني. فطبعا اكيد نزل كتير بعد الحاجات دي. اوقات بتحتاج عشان بس الكواليتي بتاع الصوت وحاجات زي كده بتحتاج تعمل مكالمه عاديه، بس طبعا مش زي زمان يعني. نعم وفر لي وايد، والله وايد اشياء وفر لي كثير يعني، ما ان قبل ممكن خطوط الفواتير كنا نستخدمهم كانوا يطلعون علينا مثلا شهريا مبالغ وغدره، فحاليا ما يطلع علينا بس اللهم الاشتراك يعني وايد وفر علينا. وتنفق شركات الاتصالات الثلاثة في الكويت زين وأريد وفيفا مليارات الدولارات لتطوير شبكاتها للتحول إلى خدمة الداتا أو البيانات وعدم الاعتماد على خدمة الصوت التي كانت في يوم ما تمثل عاملا نمو لها. وإن لم تغير بصورة جذرية نموذج الأعمال أو البزنس موديل فيما تكلمت فيه في قضية
إتاحة نظم معلومات أكثر ومعلومات أكثر للعميل وجاهزية استخدام هذه المعلومات، أعتقد يعني سيكون مصيرها نفس مصير شبكات الهاتف الأرضي. شبكات الهاتف موجودة تحقق أرباح في كثير من دول العالم لكنها ضئيلة الهامش وليس فيها نمو. ما زالت شركات العقار الكويتية تطلق المشروعات الكبيرة والضخمة خارج الكويت في ظل شح الفرص في الداخل، وتحتل تركيا ودبي المركز الأول بسبب الطلب المتنامي عليها. شركة مزايا القابضة أعلنت مؤخرا عن 3 مشروعات هامة في عمان وتركيا ودبي. تستمر شركات العقار الكويتية في البحث عن موطئ قادم لها في الخارج في ظل ندرة الفرص في الداخل، وقد أطلقت شركة مزايا القابضة فعاليات مهرجان مزايا العقار للإعلان عن مشروعاتها في عمان ودبي وإسطنبول. حقيقة المشاريع الثلاثة اللي احنا اليوم طارحينها هي مشروع في دبي لاند، مشروع سميناه كيو لاين، وهو عبارة عن 500 شقة وحدة سكنية، وعمان في مسقط منطقة الموالح عبارة عن 270 شقة للمجمع السكني، المرحلة الأولى 150 شقة، والمشروع الثالث هو في تركيا وهو من أكبر المشاريع عندنا، يتكون من 863 وحدة سكنية و363 مكتب و147 محل تجاري. هاي المشاريع الضخمه والكبرى الحمد لله كلها نتامل ليش بهذه المدن، المدن هذه كلها نشطه واحنا نستهدف حسب ونبني حسب الديماند الطلب الموجود في كل منطقه. وقد احتلت تركيا المرتبه الاولى من حيث جذب المستثمر الكويتي والخليجي بصفه خاصه بعد ان سمحت الحكومه التركيه تملك الاجانب للعقار. وقد شاركت شركه المزايا شركه دومانكايا التركيه في مشروع ريتم في اسطنبول، والتي يقول رئيس مجلس ادارتها ان سبب التوجه الى الشراكه مع شركه كويتيه هو الاهتمام المتنامي ونمو حجم المبيعات الى الخليجيين. الاهتمام الذي نلقاه من دول الخليج كبير جدا وينمو مع الوقت. مبيعاتنا نحن كشركة دومينكايا كانت مبيعات الأجانب فيها لا تمثل سوى 2%، فجأة صعدت في 2013 إلى 15%، وفي عام 2014 أصبحت 30%، وما زالت هذه النسبة تنمو. فاهتمام هائل من دول الخليج، وأهم الأسباب هو أن مواطني هذه الدول لا يجدون فرصا للاستثمار في مناطق أخرى. الظروف السياسية في سوريا والعراق ولبنان ومصر جعلتهم يتوجهون إلى تركيا، فهي الأقرب إذا قارنا ببريطانيا وأسبانيا وفرنسا، نفس الثقافة ونفس الدين، ولذلك كان هذا التوجه إلى تركيا على وجه الخصوص. الجمهورية التركية تعامل الأجانب والوافدين نفس معاملة الأتراك، بمعنى أنه نفس الرسوم تبعت التسجيل، نفس الرسوم تبعت الطابو أو صك الملكية. الجمارك السنوية كمان تعامل بنفس الطريقة وتبدأ من مبلغ رمزي جدا هو 400 تركيش ليرة. السيرفيس تشارج للمشروع جدا متواضعة، يعني لما بنيجي بنقارنها بالنسبة للمميزات الموجودة في المشروع، أعلى مطعم في إسطنبول كلها في الطابق 39 رح يكون موجود في هذا المشروع. خدمات أكثر من حمامات سباحة، كار بارك، مينتيننس، كونسيج، كل هاي الأشياء مقابل تقريبا مبلغ بسيط جدا 5 تركيش ليرة على المتر المربع، فكله يعد استثمار جيد يا إما كسكند هوم يا إما لهدف التأجير يا إما لهدف المتاجر فيه بعد فترة، لأنه رح يصير فيه appreciation in value عليه. والجدير بالذكر أن المستثمرين الخليجيين يمثلون نحو 75% من مبيعات الأجانب في العقار التركي، ويليهم السوريون والعراقيون ومواطنو دول شرق أوروبا. وهكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من عين على الكويت، نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة بإذن الله. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي والمركز